متر السادات، وأن المتهمين أمسكوا به فحرر محضر ضده. الجلسة لم تنتهي حتى الآن، وتستقبل المحكمة سماع شهود الإثبات في هذه القضية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عمر حسنين، مساعد رئيس تحرير جريدة المصري اليوم. أرجأت جنايات المنصورة حكمها على 21 طالبا من تنظيم الإخوان الإرهابي في أحداث شغب جماعة المنصورة إلى جلسة 21 من مايو المقبل. كما قررت المحكمة مد أجل القضية والمتهم فيها 14 شخصا من مدينة المطارية إلى جلسة 21 من مايو القادم لاستكمال المداولة. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين اتهامات بالشروع في قتل 3 أشخاص والتجمهر وإثارة الشغب والعنف والانتماء لجماعة محظورة. أعلن البرلمان الكيني التصديق على اتفاقية الإطار التعاوني بشأن حوض النيل خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، لتكون ثالث دولة تصدق على اتفاقية الإطار التعاوني على المستوى البرلماني بعد إثيوبيا ورواندا. من جانبه زعم مسؤول إثيوبي أن مشروع السد لا يهدف إلى إلحاق أي ضرر بالشعب المصري، كما أشار إلى أن إنشاء السد لن يؤدي إلى التقليل من تدفق مياه نهر النيل إلى مصر على حد وصفه، حيث أن محطات توليد الطاقة بالقوى المائية في هذا المشروع مصممة بطريقة تجعلها لا تستهلك مياه على حد قوله. غادر الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي القاهرة متوجها إلى الكويت في زيارة تستمر 8 أيام، حيث يشارك العربي في فعاليات القمة العربية في دورتها 35 والتي تعقد على مستوى القادة العرب الثلاثاء القادم، وتبحث عددا من الموضوعات على رأسها الأزمة السورية وعملية السلام وتطوير منظومة العمل العربي إضافة إلى الأزمة القطرية. أعلنت الحكومة الليبية الحرب على الإرهاب واتهمت تنظيمات إرهابية بالوقوف وراء عشرات الاعتداءات وعمليات الاغتيال ضد أجهزة الأمن ومواطنين أجانب في شرق ليبيا. وطالبت ليبيا المجتمع الدولي بالتعاون معها لمواجهة هذه الظاهرة والتقديم أيضا الدعم اللازم لاكتثاث الإرهاب هناك. بحثا عن دولة القانون التي قامت من أجل ترسيخها ثورة 17 فبراير، أعلنت الحكومة الليبية الحرب على الإرهاب بغية استعادة الأمن المفقود منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي أواخر عام 2011. حكومة طرابلس اتهمت للمرة الأولى ما أسمته بتنظيمات إرهابية بالوقوف وراء عشرات الاغتيال ضد أجهزة الأمن ومواطنين أجانب في شرقي البلاد على مدار الأشهر الماضية، ما أودى بحياة أكثر من 400 شخص. التطورات الراهنة في الملف الليبي تأتي بعد إقالة حكومة رئيس الوزراء علي زيدان مطلع الشهر الجاري وتكليف البرلمان لوزير الدفاع عبد الله الثني بتسيير الأعمال. ويبدو أن حكومة الثني الرجل ذو الخلفية العسكرية تسعى إلى التكشير عن أنيابها في مواجهة الجماعات المسلحة بعد أن صارت كما يراها المراقبون فوق القانون وتحاصر من تشاء وتعتقل من تشاء حتى ولو كان رئيس الوزراء. وعلى الرغم من أن الحكومة الليبية لم تحدد في بيانها تنظيما معينا لمواجهته بتهمة الإرهاب، إلا أن المتابع للمشهد الليبي يرى بما لا يدع مجالا للشك أن التنظيمات المستهدفة تلك التي تنشط في مدن بنغازي ودرنا شرقي البلاد وسرت وسط ليبيا، وتعد هذه المدن معاقل لجماعات مسلحة ككتيبة أنصار الشريعة في ليبيا التي أدرجتها الولايات المتحدة في يناير الماضي على اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية. الخبراء يرون في موقف حكومة طرابلس بمثابة خطوة نحو استعادة ثقة المجتمع الدولي في ليبيا كدولة يمكن الاعتماد عليها إقليميا ودوليا، خصوصا بعد أن شهدت سلسلة من أعمال العنف المتنوعة جعل بعض القوى كفرنسا تطالب بتدخل عالمي في بعض المناطق لضمان أمن أوروبا. أقر مجلس النواب الروسي الدوما بأغلبية ساحقة معاهدة ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الانتهاء من إجراءات ضم القرم إلى روسيا هذا الأسبوع. من جانبه استبعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما التدخل العسكري في أوكرانيا، فيما يبحث قادة أوروبا فرض المزيد من العقوبات على موسكو ردا على ضم القرم إليها. كما أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن روسيا لم تعد عضوا في مجموعة الدول الصناعية الثمان.
قررت شبه جزيرة القرم مصيرها في استفتاء الانضمام لروسيا المثير للجدل، ولا تزال تداعيات تلك الخطوة تتوالى بين طرفي الأزمة من الشرق والغرب. وبشكل عاجل بدأت موسكو إجراءات ضم القرم إليها، ودفع وزير الخارجية الروسي في حقها بالدفاع عن حامل الجنسية الروسية في أي مكان في العالم. تجري الآن الإجراءات العملية لتفعيل الاتفاق المبرم بين قادة روسيا الاتحادية والقرم وسيفاستوبول للانضمام إلى روسيا، وسوف تكتمل تلك العملية هذا الأسبوع. أثار انضمام القرم إلى روسيا مخاوف الكثيرين من عودة المواجهة المسلحة أو حتى الحرب الباردة بين الشرق والغرب، لكن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قطع تلك الشكوك بقوله أنه لا حرب في القرم وإن كانت هناك وسائل أخرى للمواجهة. لن ندخل في نزهة عسكرية في أوكرانيا، وسنحرك كل قدراتنا الدبلوماسية من خلال التحالف الدولي القوي والذي يؤكد على حق شعب أوكرانيا في تقرير مصيره بنفسه. إن روسيا انتهكت القانون الدولي وسيادة دولة أخرى. على النهج نفسه اجتمع قادة أوروبا في بروكسل لدراسة الرد المناسب وفرض المزيد من العقوبات على موسكو بعد قرار ضم أوكرانيا إلى روسيا. أوروبا والولايات المتحدة تخلت عن خيار المواجهة العسكرية وستواصلان إذن ممارسة الضغوط الدبلوماسية على موسكو، وهي الضغوط التي بدأت مبكرا مع بداية الأزمة من تعليق للاتفاقيات التجارية والعسكرية بين الجانبين مع تهديدات بالمزيد من العقوبات، غير أن موسكو قالت في المقابل بأنها تمتلك الوسائل نفسها وستفرض عقوبات مماثلة على خصومها عملا بمبدأ الرد بالمثل. حذر سفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة من مؤشرات على استعداد لتدخل روسي واسع في شرق وجنوب أوكرانيا. في غضون ذلك أقام جنود أوكرانيون معسكرا للجيش قرب الحدود الروسية، كما استدعت السلطات قوات الاحتياط وحولت قسما كبيرا من الموازنة العامة إلى الأغراض العسكرية. تأتي هذه التحركات في الوقت الذي صوت فيه البرلمان الأوكراني على قرار يؤكد عدم اعتراف كييف بضم القرم إلى روسيا، وإنها ستناضل من أجل تحريرها مهما كان الأمر طويلا وأليما أيضا، كما طلب النواب في قرارهم المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بجمهورية القرم وضم كل من القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا. نشرتنا متواصلة ونتابع فيها أيضا بعد أخبار الاقتصاد. القوات الحكومية السورية تعلن سيطرتها على قلعة الحصن آخر معقل للمعارضة في ريف حمص الغربي. مكافحة الإرهاب ومستجدات الأوضاع الأمنية تتصدران اجتماع مجلس الوزراء. لمواجهة أعمال العنف في ليبيا، حكومة طرابلس تعلن الحرب على الإرهاب والجماعات المتطرفة. البرلمان الأوكراني يتعهد بالقتال لاستعادة القرم من روسيا، وتهديدات بعقوبات متبادلة بين الدول الغربية وروسيا. والآن نتحول في بانوراما النيل متابعة أخبار الاقتصاد. أخبار الاقتصاد في هذه النشرة مع حنان خولي، تفضلي حنان. شكرا لكم أمل ومي، ومشاهدينا أهلا بكم في هذه الوقفة الاقتصادية وأبرز ما فيها. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بضغط من مبيعات المستثمرين العرب والأجانب، والأسهم الكبرى تقفز بمؤشر البورصة الرئيس 2.8%.
زادت عمليات الشراء المكثفة من المستثمرين الأجانب على الأسهم الكبرى والقيادية مؤشر بورصة مصر الرئيس لمستويات قياسية جديدة لدى إغلاق تعاملات الخميس. وقد بلغ الرأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نحو 490.6 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 1.8 مليار جنيه، غير أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا قد تراجع بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين والعرب. قال مساعد مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا تيم كيلون، قال إن الربيع العربي زاد من حاجة الصندوق إلى تقديم برامج تمويلية لتلك الدول خاصة مع ازدياد البطالة فيها. أوضح كيلون أن المفاوضات مع الدول هي التي تتحكم في القروض التي يمنحها الصندوق، مضيفا أن كل دولة يتم إعداد برنامج خاص بها بهدف تنمية الدول ومساعدتها ماليا. واعترف بأنه في بعض الأحيان يطلب الصندوق من الدولة زيادة أسعار الخدمات والكهرباء والغاز لتتمكن الدولة من سداد القرض، خاصة إذا كانت نفقات الدولة أكبر من حجم إنتاجها القومي. قالت مصادر مطلعة على سياسة الحكومة القطرية إنه من المرجح أن تقوم قطر بإعادة جدولة نحو 15% من مشاريع البناء المزعمة للأعوام القادمة، وأن تتجاوز الإنفاق المقرر في الميزانية في إطار جهود للانتهاء من تجهيزات استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 أو 2022. وبعد أن فازت بحق استضافة البطولة أعلنت قطر عن خطط لمشاريع ستحدث تطورا جذريا في البلاد على مدى 15 عاما، ويشمل ذلك مطارا جديدا وطرقا ومرافق بحرية وسكك حديد وملاعب وبنى تحتية أخرى. إلى ألمانيا، حيث أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم أن الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع قائمته للأشخاص الروس والأوكرانيين المواليين لروسيا والذين فرض عليهم عقوبات تشمل تلك العقوبات حظر تأشيرات الدخول وتجميد الأصول. أضافت المستشارة الألمانية أن الاتحاد قد ترك الاحتمال مطروحا لفرض عقوبات اقتصادية في حال تصعيد الوضع. وفي إطار الضغوط الغربية الأخرى على روسيا، ذكرت وثيقة للحكومة البريطانية أن لدى أوروبا مجموعة من الخيارات لتعزيز أمن الطاقة والحد من الاعتماد على الإمدادات الروسية. ومن هذه الخيارات طلب تصدير مزيد من الغاز الأمريكي والتعاون مع العراق. وتريد دول الاتحاد الأوروبي 28 أن تكون قادرة على تزويد أوكرانيا بالطاقة إذ قطعت روسيا الإمدادات. من جهة أخرى، أعلن جانيت يالن رئيسة البنك المركزي الأمريكي في أول مؤتمر صحفي لها كرئيسة للبنك، أعلنت أن المركزي سينهي على الأرجح برنامجه الواسع لشراء السندات في فصل الخريف القادم، وقد يبدأ زيادة أسعار الفائدة بعد ذلك بنحو 6 أشهر. لم تنتظر جانيت يالن رئيسة مجلس البنك المركزي الأمريكي الجديدة طويلا لتعلن سياسات